شهد معبري أرقين وقسطل البريين الحدوديين مع السودان زيارة تفقدية لوفد أممي كبير. يشمل الوفد منظمات تابعة للأمم المتحدة، منها منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمية. هذا وعبر رئيس مكتب المنسق العام لمنظمة الأمم المتحدة في مصر ماكس شوت عن ارتياحه للجهود التي تقوم بها مصر إزاء النازحين على المعابر الحدودية مع السودان. وأكد المنسق العام أن المنظمة الدولية تنسق مع مصر لتزويد النازحين بالعديد من الخدمات. انطباعات رائعة عن الوضع هنا في معبر أرقين البري وفي الجهود المقدمة من الدولة المصرية في عدد من المجالات، ومنها المساعدة الطبية للهلال الأحمر المصري والمتطوعون المصريون. والأمم المتحدة تعمل على التنسيق المستمر لتزويدهم بالعديد من الخدمات، منها مياه الشرب والمواد الغذائية. قبل كل شيء أود شكر الحكومة المصرية على الفتح المستمر للمعابر المصرية أمام جميع الوافدين بالجنسيات المختلفة للقدوم من السودان. نوصي بزيادة الخدمات والمساعدات الإنسانية في معبري أرقين وقسطل وفي جميع المناطق الحدودية. نحن كأمة متحدة يدا بيد مع الجهود المصرية لمساعدة كافة الأشخاص الذين هم بحاجة للمساعدة، سواء من السودانيين أو من الجنسيات الأخرى الموجودين في مصر. نزودهم وندعمهم بكافة المساعدات والاحتياجات الأساسية والضرورية لكل الفئات. المزيد حول الأوضاع على معبر أرقين الحدودي يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. إليك رامي. تحياتي لكم ولكل متابعينا من داخل إحدى صالات الوصول بمعبر أرقين البري الذي يربط بين مصر والسودان، مع استمرار عملية إجلاء المواطنين من المصريين والسودانيين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى. ويستمر مع هذه العملية الجهود المصرية المبذولة والمتمثلة في عدد من الإجراءات فور وصول الوافدين. نتحدث عن عملية سهولة ويسر وهدوء تام في أغلب الصالات لتيسير والتسهيل على عملية التحقق والتأكد من أوراق التوثيق والتأشيرات، ومن ثم تبدأ المساعدات اللوجستية والطبية التي تقدم والمتمثلة في دور الكبير للهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات الطبية والإنسانية والدعم النفسي وأيضا التواصل الأسري سواء داخل مصر أو خارج مصر. نتحدث أيضا عن وجود وتنسيق كبير جدا بين هيئة الموانئ البرية والجافة وأيضا وزارة النقل في وجود وأيضا الدعم بالعديد من الحافلات والشاحنات التي تقل الوافدين من المعابر المختلفة. نتحدث عن معبر أرقين ومعبر قسطل، هذه الحافلات التي تقل المواطنين إلى أماكن تجمعات سواء محطات قطارات، محطات أوتوبيس وغير ذلك من أماكن تمركز السيارات. نتحدث أيضا عن تنسيق كبير بين وزارة النقل المتمثلة في هيئة السكك الحديدية وأيضا محافظة أسوان في تنظيم حركة القطارات القادمة والذاهبة من محافظة أسوان. هذا يأتي ضمن عدد كبير من الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية، وكما يظهر الآن من خلفي وفود العديد من القادمين من الأراضي السودانية، والغالبية العظمى على مدار اليوم هي من الإخوة الأشقاء السودانيين القادمين من المدن السودانية. نتحدث أيضا عن زيارات عديدة إلى هذه المنافذ من قبل المنظمات الدولية والحقوقية وعلى رأسها عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة. نتحدث عن منظمة الهجرة الدولية، منظمة اليونيسيف وأيضا منظمة الصحة الدولية، ونتحدث عن برنامج الغذاء العالمي، وأيضا نتحدث عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. هذه المنظمات لها عدد من الوفود التي قامت بزيارة تفقدية لعدد من المواقع داخل معبر أرقين على مدار اليوم، منها إجراءات التوثيق، صالات الوصول، وأيضا الدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري والدور الذي تقوم به وزارة الصحة المصرية في وجود العيادات المتنقلة، عربات الإسعاف وغير ذلك من الخدمات المقدمة سواء بالأطعمة الجافة وأيضا العصائر والمياه نظرا لطبيعة الطقس هنا في معبر أرقين البري. هذا هو المشهد هنا. البوابات المصرية سواء في معبر أرقين أو قسطل مستعدة تماما لاستقبال الوافدين وبشهادات دولية وعالمية. عودة إليكم مرة أخرى.